اتمرد على امنية والده بانه يصبح طبيبا لعشقه للتكنولوجيا والانترنت، لحد ما بلغ مايكل ديل مكانة عالمية لا مثيل لها، فاسمه محفور على ملايين الاجهزة الكمبيوتر، وده واحد من اهم الملهمين لرواد الاعمال. فازاي كانت بدايته وازاي بدأ ونجح النجاح ده كله، مع العلم ان بدأ رحلة السراب اقل من $1000 بس. هنتكلم على مايكل ديل في الفيديو دوت، فمتنساش بقى انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا شريف نبيل من موقع القيادي، يلا بينا. اتولد مايكل ديلي في 23 فبراير سنة 1965 في هوستن بولاية تكساس الأمريكية، لأب طبيب أسنان وأم بتشتغل في مجال السمسرة، ودفع والده في البداية لدراسة الطب، لكن مايكل أظهر اهتمام مبكر بمجال التكنولوجيا والأعمال، وده اللي دفعه للعمل على تطوير ذاته بكل الطرق الممكنة. وبدأ مايكل حياته العملية مبكرا وهو عنده 12 سنة بس، بالعمل في وظيفة غسيل الأطباق بمطعم صيني علشان يجني من هناك الأموال اللي بيستخدمه في هوايته في جمع الطوابع. وطور مايكل تدريجيا لحد ما سلط تركيزه على البحث على بيانات عملاء بجريدة هوستن بوست، وده اللي ساعده على الحصول على مال وفير ساعده على شراء جهاز ابل وهو عنده 15 سنة بس. وكان الشراء كمبيوتر ابل بداية الشرارة عنده اللي اطلقت روح التحدي والتعرف على كل ما هو جديد في عالم الكمبيوتر، لانه الشراء هدف تفكيكه ومعرفة ازاي بيشتغل. واثناء الدراسة الجامعية جات له فكرة اطلاق كمبيوتر ديل في وقت كانت فيه كل اجهزة الكمبيوتر حديثة العهد، وما كانتش الشركات وقتها منفذة فكرة البيع المباشر للعملاء، فبدأ في البداية بمبلغ لا يتجاوز $1000. بدأ شركة ديل سنة 1983 بصناعة أجهزة الكمبيوتر وبيعها بشكل مباشر للعملاء دون وسيط، مع الحرص على إنتاج أجهزة عالية الجودة فضلا عن دعم العملاء عن طريق توفير أرخص الأسعار. ومعداش وقت طويل لحد ما قرر مايكل ديل الانقطاع على دراسته عشان يركز جميع جهوده على شركته. وسنة 1984 حطم مايكل ديل الأرقام القياسية بمبيعاته لحد ما حصل خلال عام واحد على أكثر من $6 مليون. وبحلول الألفية الجديدة أصبح مايكل ملياردير ووسط فروع شركته إلى أكثر من 34 دولة حوالين العالم بعدد موظفين يبلغ 35,000 شخص. ومفضلش كده لحد ما اصبحت شركه ديل اكبر شركه مصنعه اجهزه الكمبيوتر في العالم. وسنه 1999 نشر مايكل كتاب عن قصه حياته واللي حقق مبيعات هائله جدا حوالين العالم كله. سنه 2004 اتنحى مايكل عن منصب الرئيس التنفيذي للشركه مع بقائه الرئيس لمجلس الاداره، وشارك مايكل كعضو في مجلس اداره المنتدى الاقتصادي العالمي واللجنه التنفيذيه لمجلس الاعمال الدولي، ده غير انه كان عضو في مجلس المستشارين للرئيس الامريكي للعلوم والتكنولوجيا. ولم يغفل مايكل ديل وزوجته سوزان دورهما تجاه المجتمع، فعملوا مؤسسة خيرية باسمهم سنة 1999 لمساعدة الملايين من المتضررين من الكوارث الطبيعية زي الأعاصير والتسونامي في جنوب القارة الآسيوية. وسنة 2006 تبرع مؤسسة مايكل وسوزان ديل بمبلغ $50 مليون لجامعة تكساس، عشان نوصل للسنة دي 2023 اللي بلغت فيها ثروته $69 مليار و600 مليون، ومصنف المركز 23 ضمن أغنى الأشخاص في العالم. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، ما تنساش بقى إنك تعمل لايك شير وسبسكرايب. أنا شريف نبيل من موقع القيادي، سلام.